نجحت في أمريكا حتنجح في أي مكان ثاني في العالم. عالم تجارة الجملة في أمريكا. هيك بيتم استلام المنتج وإدخاله على السيستم في باركود معين تثبيت السعر. العطر الموجود هو مش موجود هون، والعطر الموجود هو مش موجود لا هون ولا هون، كله مختلف. في أمريكا بتكون ناوي تشتري $100 بتطلع $1,000. شو رأس المال اللي ممكن الواحد يبدأ فيه مشروع هولسيل؟ تجارة الجملة أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي، حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي في أمريكا. وزي ما أنتم شايفين اليوم إحنا في أحد مراكز توزيع الجملة اللي بوزع على محلات التجزئة الموجودة في إلينوي. خلينا ننطلق. آلاف من البضائع الموجودة على الرفوف اللي ببيعوها في مستودع بيوريا. أوش تحكي لنا عن اسم الشركة هون؟ الشركة اسمها ماستر هولسيل، هي فرع ثاني للفرع الرئيسي اللي موجود بشيكاغو. بدأنا في توزيع المواد الغذائية والجروسري، وتحتاجها من جميع محلات البقالة إضافة للمحطات الجاز ستيشن. تعرفنا في حالك. أنا زياد جمعة، علي عبد المجيد سلوادي من سلواد. يعني تحكي لنا كيف ممكن الإنسان يجي هون يبني تجارته في هاي البلد؟ والله هو بيعتمد إنه يكون حاب تجارة. إذا حب تجارة أكيد حينجح، لأن فرص البلد هاي كبيرة وواسعة. فحتى ينجح محتاج يعني يكون عنده إرادة وعنده تحدي، إنه حاب يطور نفسه بدل ما يكون موظف يكون صاحب تجارة. هاي بدها تشالنج يعني، وبده الإنسان يعني يشد همته. والفرص في أمريكا ما حتلاقيها في أي مكان في العالم، وإذا نجحت في أمريكا حتنجح في أي مكان ثاني في العالم. طبعاً من هاي البداية بتكون من استلام البضائع من الشحنات اللي بتيجي، بتم تنزيلها وفرزها وإدخالها على السيستم، يتم عملية الإسكان لها في سواء بالمشتريات أو بالمبيعات. وهون بتم الفرز وبهتم التشيك على البضاعة العدد، وتم إدخالها على السيستم، تثبيت الأسعار، تغيير الأسعار حسب إذا الارتفاع أو الانخفاض. هيك بيتم استلام المنتج وإدخاله على السيستم في باركود معين تثبيت السعر، سعر التكلفة وثم سعر البيع. أي استلام أي أوردر مزبون يتم عملية إخراج البضاعة من طريق السيستم برضه. ليش إذا نجحت في أمريكا راح تنجح في أي مكان في العالم؟ لأنه أمريكا مدرسة في التجارة حقيقة. لقيتها معي لما طلعت من أمريكا ورحت على الإمارات أو رحت على الأردن، لقيت حالي إن سهل إن أقدر أنجح في أي بلد عربي، لأنه تعلمت الأسس اللي هي التجارة حقيقة. الأمريكان هم يعني معروفين في التجارة عالميا رقم واحد. هذا البرنامج المحاسبة اللي بتستخدمه إحنا بيتم تسجيل البضاعة الواردة، البضاعة كمية البضاعة، التواريخ عليها، سعر التكلفة، سعر البيع، خال أسماء زبائن الجدد، مراجعة الحسابات، مراجعة الديون، فبرنامج حسابات متكامل. مؤهلات ممكن تأهل الشخص إنه يصير تاجر. رقم واحد لازم يشتغل أي مجال، لازم يشتغل مجال هو بحبه. إذا اشتغل في مجال هو بحبه واشتغل فترة معينة واكتسب خبرة ممكن يعني يدخل في مجال التجارة ويفتح مشروع. إذا اشتغل بنفس المجال وعارف إنه حاله إنه يحب هذا المجال، ففرصة له إنه يفتح مشروع. يعني حيكون طبعاً ممكن ما عنده يكون عنده إمكانيات، ممكن يستفيد من إنسان عنده خبرة وعنده رأس مال ليساعده يفتح ويشارك ويتطور بهذا الجانب. يعني المؤهلات اللي بتطلب إنه المؤهلات يعني بده يكون إنسان يعني يتقل بتجارته، الإنسان يعني عنده الصبر، عنده مرضات الله في عمله، كمان يعني إنسان بحب يكون بحب يسعى، لأن العمل محتاج سعي، محتاج أمانة وصدق. التجارة بحر يعني، وبدك تحكي يعني من أصعب المهام اللي الإنسان ممكن يخوضها، لأنها فيها اختبار في كل شيء. فأنت لازم تحسن في البيع وتحسن بالشراء. فموضوع التجارة ما هو سهل، وتكسب محبة الناس وتكسب رضا الناس وتكسب أمانتك في الشغل محتاجة وقت. وهاي البلد علمتنا الحقيقة، البلد علمتنا يعني تتعلم الشغل الصح. فرص النجاح موجودة بس محتاجة جهد، ما هي سهلة زي الواحد بتوقع أنه ممكن أفتح مشروع تاني يوم أنجح. بحتاج جهد كبير وحتى ينجح في هذا المشروع. عندنا قسم للمعروضات الديسبليهات الكاندي، في الخلف عندنا لاين كامل فول لاين جروسري، في عندك شوروم خاص هون بيتم عرض البضاعه. انه الشوروم اساس انه الزبون يجي يتفرج يعرف شو بده، ينقي اللي بده اياه بشكل معروض، انه بكون مش مبكت مش كذا، البضاعه واضحه للزبون. طبعا احنا هون في الشوروم اللي موجود عينات اللي الزبون ياخذ راحته في مكان صغير نوعا ما، اختار النوعيه اول الطلبيه تاعته اللي بالاوردر، بيختار منتج معين، يتم تسجيل الاوردر وبيبعثوه للشباب، الشباب بيجهزوه من الشلفات من الخلف. بعد ما يختار الزبون البضاعه اللي احنا بنجهزها وبنلفها على باليتس وبنبعث له اياها.
ابو طارق، يعني حكيت لنا عندك عرض مميز للناس اللي راح تيجي عندك على الهول سيل. كل واحد بيزور الشوروم في بيوريا بيشتري بمقابل 1500 دولار او ما فوق له 100 دولار خصم او 100 دولار كاش. زوروهم الان واحصلوا على العرض المقدم، 1500 دولار عليهم 100 دولار زياده. يعني شو الفرق بين التجارة العربية والتجارة الأمريكية بصفتك كنت عند العرب وكنت عند الأمريكان؟ رقم واحد المصداقية في التجارة. الأمريكان أو الأجانب عندهم مصداقية في التجارة وأمانة. إذا أي كلمة بتحكي لهم إياها، يعني لو قلت لهم مثلا أنا شريت 100 كرتونة، حيقول لك 100 كرتونة مدوم عندهم عليك، بيصدقوا الزبون. يعني شو ما يقول لهم في الصدق موجود، ما عندهم تخوين. إذا بضاعة مثلا في تالفة، إذا بضاعة مش كويسة، يعني حقيقة عندهم بيصدقوا العميل، وهي هاي نجاحهم. طيب النقطة الثانية، خدمات عندهم يعني من أفضل ما يمكن. يعني بتلاقي المنتج يعني الكواليتي تبعته، العرض تبعه، السيرفيس تبعتهم، يعني من كل الجوانب هم بيخدموا الزبون بأحسن الطرق، بالتوصيل، بسهولة الطلب. الإنسان بياخذ جارنتي على البضاعة، لكن الإنسان في أمريكا بيشتري وهو مرتاح، يعني ما بحس إنه خايف ليش يشتري. يعني حتى الآن بدخل بعض المحلات بقول لهم بدي شو رأيك بأخذ التلفزيون هذا ولا التلفزيون الثاني، بقول لي خذ الاثنين ليش هذا وشوف البيع جبك خذه والبيع جبك رجعوا. فيعني بقول لك ليش تسمع رأيي، جرب اثنين وشوف ليش ترتاح. فهم هاي مصداقيتهم إنك بدك ترتاح للمنتج، لأنهم عارفين هم هنا دعايتهم بالشغل إنه يكون صدق والزبون يرتاح للبضاعة، هي أكبر مكسب لهم. بدك بتلاقي أنجح ناس شباب نجحوا في 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 بلادنا، الناس كانوا عايشين في أمريكا راحوا لبلادنا وطبقوا النظم التجارة، فلاقيهم نجحوا. زي الإمارات يعتبر من الدول اللي ناجحة في التجارة. طيب النقطة الثالثة أبو طارق، بضاعتهم يعني الكواليتي تاعت البضاعة، أعتقد الكل بيجمع إنه الكواليتي تاعت البضاعة في أمريكا أفضل من بوطننا العربي، لأنه بيعتبروا إنه الزبون الأمريكي بيعطوه حقه. ممكن في بلادنا بخففوا من قوته، لأنه الناس ممكن الثمن بفرق أو تعتبر قوة شرائية زي الأمريكان. ففي المنتج مو زي بلادنا. يعني تدخل محل هنا في أمريكا مرحب، في بلادنا صعب تلاقي الوضع هذا، ما بتلاقيهم مرحبين. هم هون بيحاول يبيعك ويتأكد انه المنتج، يعني اي لحظة انت مش عاجبك ما نباع نرجع لك اياه. شريت البضاعة هاي بتأكد انه هاي البضاعة ممكن تستفيد منها تبيعها، بيساعدوك في الدعاية، بيساعدوك كل شيء. في بلادنا شوي يعني بتحسنوا بس بعدهم بضعاف. أجاك واحد مثلا مندوب أو تاجر وبده يفتح محل، هل أنت قادر أنك تدعمه وتنصحه وتوريه كيف يشتغل في السوق؟ لا، موجود السيرفيس هذا. يعني احنا يعني الحمد لله عندنا محلات تجزئة وعندنا محلات جملة، فعارفين المنتج الماشي والمنتج الغير ماشي، فحننصحه نصيحة تكون يعني مفيدة له في بداية مشروعه. يعني حسب شو الشخص ايش بده يفتح، اذا كان بده يفتح محل صغير او بده يفتح سوبر ماركت، فاحنا ممكن نوفر له كل شيء وبالطريقة اللي هو يعني يرتاح فيها. يعني يأسس محل إن شاء الله حيكون يعني في أمور اللي تفيده في شغله. حنكون عندنا أسعار منافسة بالسوق، وإن شاء الله يعني حنعطيهم خدمات التوصيل لأي مكان في إلينوي. شو رأس المال اللي ممكن الواحد يبدأ فيه مشروع هول سيل؟ حقيقة الهول سيل بحتاج رأس مال، حسب إيش أنت يعني حاب تتطور تشتغل بأي مستوى. زي ما احنا شغالين، احنا مستوى اللي شغالين فيه تقريبا فول لاين اوف ذا جروسري ستور، اي محتاج الجروسري ستور عندنا تقريبا موجود تقريبا 90%. فهذا بحتاج راس مال عالي، والشراء هو المفتاح في الربح في هذا المشروع، لانك اذا شريت صح حتقدر تبيع صح، حتقدر تنافس صح. شو راس المال مو متوقع مثلا لبدايه هيك مشروع؟ قريب ال 800,000 ل مليون دولار. هاي من الأمور اللي حكينا عنها، إذا واحد عنده حاب يسوي سيرفيس لأي منتج أو عنده منتج وحاب يبيعه، إحنا كهول سيلر حكم عندنا حسابات كثيرة في بين من 1000 ل 1500 زبون، وعندنا تركاتنا وعندنا السيزمانين تبع المحلات، ففرصة لأي إنسان عنده منتج وحاب يبيعه إحنا يعني نستلمه منه ونبيع له إياه. والآن عندنا أجت المناسبة إنه في الياسمين عندنا جاسمين عندهم منتج وحابين نعرضه عندنا نبيع لهم إياه. حقيقة المنتج يعني كشكل مغري لصائع للزبون إنه يشتريه، فحبينا المنتج وشفنا الكواليتي أو نوعيته جيدة جدا، فعشان هيك اخترنا هذا المنتج. يعني وكيل جاسمين في أمريكا. هشام كيف حالك؟ تحكي لنا اليوم أنت شو بتسوي في الهول سيل في شيكاغو؟ والله أنا جاي من هيوستن عند الشباب الطيبة أبو طارق، عنده ما شاء الله أكبر هول سيل في المنطقة هاي، وعجبه منتجنا وحب إنه يأخذ وكالته في المنطقة هاي، والحمد لله رب العالمين تمت الصفقة بنجاح إن شاء الله آية الرزق. وهاي حبي عشان
تجرب الريحة. طب اشرح لنا على المنتجات اللي انت بتبيعها هون. والله في عندي اللي هو معطر الغرف والمنازل بيجي 110 مل، موجود اكثر من 16 ريحة تقريبا او 14 ريحة. في عندك هون استاند العطر 18 مل اللي هو عطر الجيب، وفي عندك اللي هو 25 مل طبعا جميع روائح، وفي عندك ال 55 مل. طبعا العطر الموجود هون مش موجود هون، والعطر الموجود هون مش موجود لا هون ولا هون، كله مختلف. كيف ممكن الناس تشتري هذا المنتج؟ يتواصلوا معنا على الرقم 725-724-7691 وإن شاء الله ما بنقصر مع حدا، أي ولاية باستثناء اللي عندنا وكالات عند فيهم. هون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، فلا تنسوا دعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا حسابي على انستغرام بنزل عليه يومياتي واتواصل معكم على الرسائل. ومن ماستر هول سيلر اللي بده أي منتجات أرقامهم موجودة في الديسكريبشن والعناوين، بإمكانكم الآن تتواصلوا معهم لأي منتجات بدكم إياها في إلينوي شيكاغو. وشو بنحكي يا شباب؟ سلام.